حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نتجول دائما في داخل أنحاء دولة الكويت لتغطية جميع الأنشطة والفعاليات والمسابقات الدينية والتربوية والاجتماعية وأيضا الثقافية. فحياكم الله ويانا في حلقة اليوم، وأهلا وسهلا فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. طبعا يوم الجمعة هذا اليوم المبارك، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. و بيّن طبعا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كما يعني أخبر: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقام الساعة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وبيّن كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا طبعا اجتنمت الكبائر. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهن الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. يعني النهي أن الإنسان يترك يعني جمعتين أو ثلاث جمع من غير سبب، يعني تهاون أو تكاسل. وطبعا من الأمور المستحبة والأمور اللي يعني اليوم هذا اليوم طبعا المبارك الاغتسال، يعني الإنسان يغتسل في هذا اليوم ويتزين ويتجمل ويلبس أفضل الثياب. يعني ما ينبغي الإنسان رايح صلاة الجمعة رايح بدشداشة نوم، ولا رايح مثلا ثياب عمله يكون مثلا يعني صباغ، أو مثلا لحام كمثال، أو مثلا يكون له وظيفة يعني يحط له ثوب يعني لهذه الصلاة، يعني اجتماع الناس يلبس أفضل ثياب. يعني يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الإنسان يتزين لبيت الله سبحانه وتعالى. لو إنسان رايح بعمله أو رايح يعني مثلا لأقرباء أو أرحامه، خاصة في هذه يعني اليوم المبارك تكثر الزيارات، ما بلا شك يلبس أفضل الثياب، فهذا من باب أولى بيت الله تبارك وتعالى أن الإنسان يلبس أجمل الثياب. كذلك التطيب، الإنسان يحرص أن ما يعني تطلع منه رائحة إلا طيبة زكية، لأنه هو يخالط الناس ويجلس يعني يتبخر يدهن إذا عنده من دهن العود، طبعا الحمد لله هذه الأمور موجودة وبكثرة خاصة عند الناس. كذلك من الأمور التسوق، وطبعا تنظيف، طبعا هذه من الأمور السنن يوم الجمعة. كذلك التبكير إلى المسجد، يعني كثير من الناس يكون مثلا قريب من المسجد يتأخر، أو مثلا من الأسباب اللي يعني يتأخر عن هذه الصلاة السهر. يعني سبحان تجد الناس يسهرون يعني لمعنى ولغير معنى، لسبب ولغير سبب. فيعني يحرص الإنسان كما بين عيسى: من ذهب في الساعة الأولى فإنما كأنما قرب بدنه، ومن راح طبعا الساعة الثانية فإنما قرب يعني الحديث يعني ذكر بقرة، ثم ذكر كبش، ثم ذكر دجاجة، ثم ذكر بيضة. يعني خاصة الإنسان كل ما ذهب في الساعة الأولى أفضل، يعني يبكر لها صح. كذلك من يعني من الأمور في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، الإنسان يحرص أن يقرأ هذه الصورة. طبعا سورة الكهف يعني كما أخبر من يعني من قرأ سورة الكهف أضاءت لهم يعني نور ما بين الجمعتين، ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بهذا اليوم المبارك كثرت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي أن يوم الجمعة الصلاة معروضة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكما بيّن عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالإنسان يعني خاصة وهو ذاهب إلى المسجد، وهو جالس بالمسجد مثلا ينتظر الخطيب، يصلي: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. أنت في السيارة حتى يعني مثلا قبل لا يصلي، يعني تكثر في هذا اليوم. طبعا أنت الأيام العادية تصلي على النبي، ولكن في هذا اليوم
الصلاة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر، وكذلك تحري ساعة الإجابة، يعني يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن فيها ساعة، واختلفوا طبعا أهل العلم في يعني منهم قال يعني عند طبعا يعني عند دعاء الخطيب وبأقوال كثيرة، ولكن في قول أنها تكون آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني من بعد صلاة العصر إلى المغرب، فالإنسان يحرص خصوصا في هذا الوقت. والصالحين يعني كان في يعني من الصالحين كان يجلس من بعد أذان العصر في المسجد، طبعا يكون جالس يرفع يده في الدعاء ما يكلم أحد حتى يعني سبحان الله أذان المغرب، يعني يجلس تحري لهذه الساعة المباركة. وطبعا في بعض الأمور حبينا ننبه عليها، يعني خصوصا يعني اللي ذاهب للمسجد وصلاة الجمعة، هي طبعا عدم تخطي الرقاب، يعني تلقى الإنسان حريص على الصف الأول ويحب الصف الأول ولكن يأتي متأخر ويتخطى الرقاب ويزعج المصلين ويبي الصف الأول. إذا أنت حريص على الصف الأول يعني تأتي مبكر وتجلس يعني في حتى يعني ما تزعج الناس أو يعني تشوش عليهم. ومن الأمور التي يعني ننبه عليها كذلك عدم الجلوس قبل صلاة ركعتين. كثير من الناس يدخل المسجد ويجلس ما يصلي، حتى لو كان الخطيب يخطب تصلي ركعتين وتجلس، يعني ما ينبغي أنك تأتي ويعني تجلس، تصلي ركعتين وتجلس. ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يأتي في بعض الناس سبحان الله تلقى يمكن من الساعة يمكن 9:30 أو 10 في المسجد، حريص على هذه الصلاة وحضورها مبكر، وكثير الحمد لله المساجد من هذه النوعية ما شاء الله عددهم كبير، ولكن يدخل المسجد ويقعد بكرسي آخر المسجد. إنزين الصف الأول هذا ورد فيه فضل وورد فيه إنه يعني أجر، يدخل سبحان الله من أول الناس ويجلس آخر المسجد، يعني يفضل إنه يعني يكون مكانه في أول الصفوف. ورد حديث يعني الصفوف ومنزلة الصفوف الأول والجلوس فيها. كذلك الكلام والسلام أثناء الخطبة، يعني تجد الخطيب يخطب وتلقى بعض الأخوة يعني يكون فيهم سبحان الله يعني يعني لو عدا يعني جهل في هذه المسألة، تلقى يسلم عليه شلونك بفلان أو تلقى يسولف وياه أو كذا، فخلاص إذا الخطيب يعني صعد المنبر وسلم وبدأ بالخطبة ما ينبغي أن تتكلم أو أن مثلا تسلم. إنزين يقول أحد الأخوة يقول مرة من المرات تفاجأت اليمي مديدة، يقول وهذا المشكلة من كبار السن، يقول أنا الحين صرت بين أمرين، إن سلمت علي يعني الجمعة سبحان الله، وإن ما سلمت علي هم هذا يعني كبير بالسن، يعني يقول بين أمرين، يقول سويت روحي يعني مو منتبه. وبعد الصلاة مباشرة قلت له يا عمي أنت عزيز وغالي وهذا، وبينت له أنه يعني إذا الخطيب يعني صعد ما يصير يعني ما ينبغي أنك تسلم، أو يعني إذا أنت سويت أمر ينبغي أن تبين حق الناس، يعني حتى لا يأخذ فكرة يقول الحين أنا أسلم عليه، خصوصا كبير السن يعني يحتاج معاملة خاصة وعناية خاصة. كذلك هذه مسألة أن الإنسان إذا دخل صلاة الجمعة وكثير يعني وما أدرك ولا ركعة، يعني مثلا دخل الحين المسجد والإمام الركعة الثانية قال سمع الله لمن حمده، هذا ما يصلي ركعتين، يعني ما يصلي ركعتين، يصليها ظهر، لأن هذا ما أدرك الصلاة، فهذا يصليها ظهر. يعني أما إذا أدرك ركعة يقضي ركعة، أما إذا دخل ومثلا يكونون في التحيات وما أدرك هذا نقول له يصليها ظهر، ننبه يعني خصوصا يعني في بعض الناس يمكن تفوت عليه مثل هذه المسألة. وطبعا من السنة يعني يوم الجمعة أن يعني الإمام يقرأ في صلاة الفجر صورة السجدة وصورة الإنسان، وصلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وصورة الغاشية، يعني هذه بعض ما يعني ما تيسر ذكره من بعض الأمور اللي تتعلق في يوم الجمعة وصلاة الجمعة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، لكم مني أجمل تحية ومع السلامة.